السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم بديت معكم الفيديو بهذا المكان الجميل اللي كنهديه لكل احبائي حبيبي. اليوم غادي نمشي نضرب معكم دوره في اكسيون. راه ما كاينش الديكورات اللي كنا كنعرفوا البنات، ولكن كاين المواد اللي مسموح اننا نشروهم فيها تماكينا. اليوم غنضرب لكم دوره البنات كيف كتشوفوا البلايص اللي فيهم داكشي اللي ماشي ضروري في الحياه، كله غطاوه بالبلاستيك كيف كتشوفوا، خلاو غير الحوايج اللي هما ضروريين، ولكن الحوايج اللي حنا محمقين يا البنات وكنحمقوا عليهم العيالات كلشي مخبع، لا دوك الشبيكات لا البواطات لا كلشي، خلاو غير الضروري، سطيلات كلشي البنات مخبع والقلب كيوجع. يلا يا البنات، المهم حنايا لازم نتعايشوا مع هذا الجو، لازم نولفوا بهذا الشيء هذا حتى النهار اللي يجيب ربي الفرج من عنده. كيف كتشوفوا البنات، الحوايج اللي هما ماشي ضروريين كلشي مخبعين، الديكورات كلشي مخبعين، يعني مخلين الا غتحتاجي الكيسان ضروري باش تشربي فيهم ولا شي مواد للكوزينه اللي ضروري، اما شي ديكورات الشميعات اللي كنشوفهم كنبغي نبكي عليهم البنات، الشمع كلشي مخبع. البنات كاين بلاطويات غزلان غادي يكونوا من بعد الحجر الصحي، وجدوا راسكم تمشيو لاكسيون. البلاطويات ديال المرايا على شكل قلب، شي حاجه روعه للديكور. انا علمتكم كون واجدين اخر نهار في الحجر الصحي اكسيون. كيف كتشوفوا البنات الحويجات اللي هما داكشي المرايات ولا المهم الحويج ديال الديكور، قال لك سقروا وتكمشوا ما كاين ديكورات. شنو اللي كاين؟ الجد والعمال اللي بغات تحك الدار وتخمل هذا البنات، هذا البرودوي هذا كانت سولتني عليه واحد الاخت، ممتاز للحمام، روعه البنات روعه. يعني الحمد لله خلونا بعدا كنا خلونا سطوله شوف البنات الشباكي وداك الشيء خبعوهم وسطوله خلوها منا، يعني عوالين علينا غير تمر الكحله ها حنا فيها. هذا عجبني البنات في الاول خديته، هادو البنات اللي لانجيتا هما مع الجفافه ديالهم غزلان، الناس اللي كيكون عندهم القطيطات في الدار وداك الشيء لحسب الشعر غزلان. مهم بقاو الحويجات اللي هنايا ضروريين يعني كيف ما قلنا البنات. هذاك السطر الازرق عجبني في الاول خديته، ولكن وليت بدلته بواحد اخر دابا نوريه لكم. لي فاليز كلشي مبلع، ولكن كل ما كيخص الطوموبيل يعني السياره مخلينو لان داكشي من الضروريات حتى هو. ها السطر اللي لقيت البنات انه كيتجمع، وحطيت الازرق اللي خديت في الاول وهزيت هذا عجبني 10 يطرو وكيتجمع، تحشيه تلانجيه في البلاكار يعني غزال، وكتبغي تحتاجيه كتحليه كتخدمي به شغالك، يعني انه حنا هذاك كنخدموه الاكثريه غير للجفاف البنات والتسياق، وكتجفي به عتيق غزال البنات وصحيح وعشرة يطرو. ملي كتسالي به كتطويه وتحشيه في اي بلاصه، يعني ما كياخذش البلاصه والله الا عملي، و 3.99 أورو. شوفوا البنات الديكورات، شوف كلشي مخبع كلشي كيدير غير عيوعيو مور الميكا، والله الا انا قلبي وجعني منين مشيت. وخلاو الصباغه البنات اللي عندها شي بلاصه باغا تصبغها غير نودي صبغي، هذا ما كاين خروج ل ما كاين ديكورات، صبغي فين يجيو الديكورات. المهم الصباغه على حسب ديكورات البنات على حسب كل شيء، يعني راهم مازال مخليينها للناس الصباغه هي هذيك خلاوها، ماشي انها من الضروريات ولكن فاش نشغلوا الوقت ديالنا، يعني بنادم في عوت ما غادي يخرج ويقلب على المرض، من الاحسن يمشي يجيب طويصات ديال الصباغه ويشوف اللي عنده شي قنيات ولا شي حاجه بغات تصبغيها ولا شي طبيله ولا شي حاجه، ولا الا عندك شي بلاصه د لافابو قشرتيها بالحكان والفريك سيري جيبيها كيما درت انايا، خرجت على واحد لافابو مشيت جبت له الماستيك باش نولي نديرو له. هنا البنات البلايص فين كيكونوا الالعاب لي جوي ديال الدراري الصغار غطاوهم بهذاك الباش الغليظ باش ما يبقاوش الاولاد مساكن كيديروا الكريز يغوتوا ويشوفوا شي حاجه يبغيوها، غطاوها بهذاك الغليظ باش ما تبانش. حتى الالعاب ماشي من الضروريات، وداك الشيء ديال الملابس وكل شيء هذوك كل شيء مخبع على البنات، يعني الالعاب ولا ما كاين حتى شي حاجه. شنو خلاو؟ خلاو الحمد لله خلاونا الشامبوان والصابون، بعدا كينا نقدو اننا نشريوه ما كاينش مشكل، ولكن هذاك الشيء ديال التخربيق الاخر راكم عارفين حيدوه. هنا هاد البلاصه كلها كانت خاصه بعيد الميلاد حتى هي غطاوها، وهنا كاينين شكيلات البنات والله الا ديكوفخي غزلان، يعني اللي بغى بحال دابا هكا يا كادويات ولا يفرح بها وليداتو. انا بدا كندير ولادي هما الاولى اول حاجه. وهذا البنات هانتوما هذا عجبني زوين كيتحط، تقدري تحطيه في الحمام
يعني غزال 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 وما كيوقع له حتى حاجه البنات. انا راه عندي ليه اكثر من 5 سنين ما خديتوش من اكسيول، كان خديته من جهه اخرى والله ما كيتغير. وهاد الكرات البنات روعه، كتعمري لابينوار ديال الدوش البنات اللي عندهم لابينوار، وكديرهم فيه كيطلق داك الدخان وكيطلق داك لي بول وغزال، وفيه الريحه كل اشكال ديال يعني تو لي بارفا، يعني جميع الروائح، مذاقات فيه الخزامه، فيه الورد، فيه بزاف الحوايج. كملوا من عندكم البنات. مخلي الماسكات البنات هادو انا عمري ما جربتهم، اللي مسبق لها وجربت لي ماسك ديال اكسيون تخليها لي في التعاليق، لان عمري ما جربتهم. خليهم مشروبات الناس صحاب. ها هو ده الحماق ديالي البنات، وهي بومس ديال المغرب ومشروب الطاقة انا ضده، ولكن كاين شي ناس اللي معايا في القناة كيحماقوا عليه. راه مخليو لكم جميع الاشكال في اكسيون ابتداء من 39 سنتيم، ارا ما تشربوا خلاص. خلاو هاد البلاصه في اكسيون البنات، اللي كيقولوا لي ملي كنجيب زيت الكوكو يعني زيت الكوك انا كنجيبه من هنا، ها هو هذا، كناخذ هذا الوردي اللي مكتوب فيه 100% اورغانيك، غزال وممتاز للبشره ولا اليدين، للوجه، لليدين، للذات كلها، للشعر البنات، ممتاز ورائع. وخلاو المملحات باش ندوزوا الوقت قدام التلفازه، يعني بلا ما نخرجوا راه خلاو سير جمع دغيا دغيا اللي خصك ورجع بحال هكا للدار. احسن حاجه المملحات خلوهم كاملين جميع الاشكال. والشوكولا خلاص، والحلوى البنات، البنات اللي كيقولوا لي ما كايناش الحلوى حلال في اكسيون، انا غادي ندير لكم دويره فيها، غادي نوريها لكم. شتو البنات داكشي ديال الالعاب وديال عيد الميلاد كلشي مسدود. الكاتو راه مخلينو مفتوح لانه حتى هو من الضروريات، لان الوليدات ضروري خاص تشري لهم الكاطو وكلشي، لان ماشي كلشي كيوجد في الدار. حنا راه حنا بصح من السمن، ها هادي ها هادي ها هادي الكاطو وكلشي في الدار، ولكن ضروري ما كنعاونو حتى بهذا لان الوقت ما كاينش. الله يعاوننا على وليداتنا. الحلوه البنات انا غادي نوريها لكم حلال في هذا المغرب وفي هذا الجزائر، يعني كتاخذوها وانتي مرتاحه. لي شيبس كلشي البنات راهم خلوهم. اوريو ملي كنلقى مكتوب شي حاجه بالعربيه نشريها، نشريها نبغيها ولا ما نبغيهاش، نحبها ولا ما نحبهاش، المهم مكتوبه بالعربيه خصني نشريها. ها هي ديال البنات الحلوه، ها هي، كاين هادي، كاين هادي، شتي البنات فين مكتوبه فيها حلال، راه من الشركه ديال ساميه. ساميه دائما كتحط الحوايج ديال الحلال، يعني تقدو تسولو تما كاينه في اكسيون تقولي لها لها، تقول لها بغيت نعرف لي بومبو علال، هي غادي توريه لكم. يعني راهو موجود فيهم بزاف ديال الاشكال البنات، ما كاينش غير شكل واحد، يعني جميع الانواع تقدي تلقيهم وهي مكتوب فيهم حلال. ها نتوما كاين هذا الشكل هذا البنات، حتى هي مكتوب فيها حلال، 95 سنتيم. كاين هذه هذه اللي كيحماق عليها الدراري، فيها المذاق ديال الموز ديال البنان، وكاينه هذه البنات، هذه حتى هي راها حلال، راها مكتوبه فيها، شايفينها في كيف مكتوبه بالعربيه، فيها جوج ديال الاشكال ولا ثلاثه الاشكال وقيله، فيها فيها وقيله الفريز والفرامبواز، وكاينه وحده في الازرق حتى هي وقيله. وهذو البنات هنايا قراو على راسكم شنو فيهم، لان ما كناخذهمش. وخلاص الشوكولا البنات، الشوكولا راه الوقت ديال الشوكولا، انا هادي، انا هادي كنحماق عليها، ضروري تمشيو عندي للطوموبيل تلقاوها دائما. اختكم الاستريس تهز الشوكولا، الشوكولا والشاي، عشاق الشاي البنات اللي كانوا معايا في اللايف راهم عارفين القصه ديال الشاي. دابا ان شاء الله نرجع ولي ندير لكم اللايفات، نبقاو شويه البنات نفوجوا فيهم. حبيبي انا درت لكم دوره خفيفه ظريفه باش ما بغيتش انني نغيب عليكم، وبغيت نقول لكم يعني اللي كان باغي يمشي لاكسيو يعرف شنو غادي يمشي يجيب منها. وهكذايا نشوف تعاليقكم الجميله كيف العاده اللي كتفرحني، وبغيت ربي يفرحكم ويحقق لكم كل ما كتمنوا ان شاء الله. كنشكركم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، وكنتمنى تكون عجبتكم هذه الجوله خفيفه، وان شاء الله منين يدوز الحجر الصحي ان شاء الله بحول الله غادي يكونوا فلوغات رائعين، وغادي يكونوا خرجات رائعين، وغادي يكونوا اشياء جديده ان شاء الله بحول الله.
شكرا لكم حبيبي، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.